هل تقول إن جائزة المسابقة هي رحلة إلى خارج جزيرة الأمنيات؟ سأشترك وأفوز وسأذهب إلى بلاد جديدة بكل تأكيد. ولكن المسابقة تحدد الشخص الوسيم، وهذا شيء معروف. أجل، أنا أعرف وسأفوز. هل نظرت في المرآة يا منصور مقدار دقائق فقط؟ إنني أنظر كل يوم. وهل أنت سعيد بما تراه يا منصور؟ يبدو أن الأفضل لك أن تصرف النظر عن الموضوع تماماً. أصرف نظري؟ لماذا يا سيدي؟ لأنك قرأت عن جائزة هذه المسابقة ونسيت الشروط. إن جسمي يحكني كثيراً عندما أفكر في الشروط التعجيزية لتلك المسابقة. إنني غير مناسب لها. يبدو أنني عدت للتوهم ثانية. يجب أن أخذ بعض الفيتامينات. خذ الشريرة بسرعة. لماذا لا ينقذني أحد؟ الحليب، فرشاة الأسنان. حسنا، والآن هيا. شكرا لك يا ليلى. سأعود بعد أن أرى المدينة كلها. إلى اللقاء يا أمي. لقد تأخرت كثيراً. أنا آسفة جداً. هل تأذيت أيتها الفتاة؟ لا لا لا، أنا بخير. يجب عليك أن تسيري بهدوء، لا داعي لأن تستعجلي أبداً. ولكنني تأخرت. ما هذا؟ إنه سوار. إنه جميل جداً. من أي واحد سقط يا ترى؟ إنه له. ذهب. سوف ننقسم اليوم إلى مجموعات ونقوم بإعداد مجلة الحائط. كونوا مهذبين واجمعوا المعلومات عن المدينة. لدي سؤال يا آنسة. نعم، ما الأمر يا فؤاد؟ في أي ساعة سنأكل يا آنسة؟ هذا درس اجتماعيات وليس نزهة، لذلك ليس هناك وقت للطعام. سنأكل عندما نعود. لا يفكر إلا في الطعام يا آنسة. هل نذهب يا آنسة؟ يجب أن تقومي بهذا العمل وحدك، فلماذا أحضرت معك فريقا صحفيا؟ أنا لا أسمح بذلك، غادروا. يجب أن تعود في الساعة 11. أجل. سوف نحقق سبقا صحفيا رائعا. صورة. ألم تنتهي بعد يا نائل؟ هيا تعالي يا كريمة، سنصور كثيرا من الحمامات العامة. إنني أشعر بالضجر، دعونا نبدأ بكتابة المقال. سنجري مقارنة بين الحمامات من ناحية النظافة. فكرة جيدة. لقد وجدتها. سأكتب مقالا عن سلوك كريمة عندما تكون مرتبكة. أظن أن هذا مهند. صباح الخير. صباح الخير. ماذا تفعل هنا؟ ألستم في المدرسة؟ بلى، ولكننا خرجنا كي نجمع معلومات عن المدينة. معلومات؟ أجل، إنه من ضمن دروس الاجتماعيات. انظري، هناك من رمى المثلجات هنا، وهذا يستحق الدراسة. دعني أرى ما الذي كتبته. أرجوك، هيا. لن أنتهي بعد. أرجوك، هيا. هل كريمة هنا؟ هيا يا مهند. لا أدري، فنحن نجمع المعلومات كلا على حدة. أرجوك، انظري، إنها كريمة. المعذرة، لم أكن أعلم أنني أبحث في المنطقة نفسها. حسناً، سأذهب الآن لأكمل عملي. هل أستطيع أن أكلمها؟ أجل، ولكن بسرعة يا ليلى. حاضرة كريمة. أهلا بك يا ليلى. سورة. نحن الآن في الدرس، ولذلك ما نفعله غير لائق بنا. إننا نتسلى، نتجول قليلا، لعلنا نجد موضوعا يختلف عن موضوعات الآخرين. هذا صحيح يا رؤى. لم يعد هناك سوى ساعة ونصف، علينا أن نختار أي موضوع بسرعة. فكرة، لنسأل شخصا غريبا عن رأيه في مدينتنا. يا هاي، إنها فكرة رائعة. لا أوافقك يا ديما، إنها فكرة سيئة جدا. لا يجوز أن نتحدث إلى الغرباء، فهذا أمر قد يسبب لنا المتاعب.
على حق، لم يعد لدينا وقت للتفكير في أمر آخر، فلنسأل هذا الشاب الغريب عن رأيه في مدينتنا. سيكون سبقاً صحفياً رائعاً. سنعود بعد قليل. الآن استعدوا. أجل وقد نأخذ علامات جيدة. لماذا غيرت رأيك؟ قلت لك لكي نكسب الوقت والعلامات، لنلحق به قبل أن يختفي، فنضطر إلى البحث عن موضوع آخر. سنختار موضوع الخضر. موضوع الخضر؟ إيه؟ إنه موضوع مهم، سنقارن بين جودة كل نوع من الخضر وسعره. المعذرة، أرى أنه موضوع غير مهم. ومن طلب رأيك؟ أجل، ومن طلب رأيك؟ لم أكن أقصد أن أتدخل في شؤونكن، ولكن عليكن أن تخترن موضوعا مهما أكثر من هذا. ها؟ أخشى أن يغيرن موضوعهن. اذهب من هنا بسرعة ولا تتدخل فيما لا يعنيك. آسف، سأذهب في الحال، ولكن تذكري أن موضوعك مصدر سخرية، يمكنني المساعدة. مغرور؟ ما الأمر؟ لا شيء، شاب مغرور يتدخل فيما لا يعنيه. في أي اتجاه ذهب؟ دلينا من فضلك. أجل، نحن نجمع معلومات عنه. إنه موضوع عن الغرباء، انضموا إلينا. أنا لدي موضوعي الخاص، ولا أحب أن أشارك أحدا في مثل هذه المواضيع السخيفة. انتهينا من موضوع النظافة، ما رأيكما لو نعد موضوعا ثانيا فنأخذ علامات أكثر؟ إنها فكرة جيدة. أظن أنه هو، يجب أن أعيد إليه سواره. هيا يا كريمة أسرعي. اذهبا أنتما، لدي عمل أقوم به ثم أتبعكما. ولكن لا تتأخري. هيا يا ليلى. هيا فلنذهب. أين اختفى؟ ماذا تفعلين؟ أبحث عن شاب يبدو أنه غريب عن المدينة. أيتعلق الأمر بالدرس؟ لا يا ديما، ولكن سقط منه شيء وأريد أن أعيده إليه. هذا كل ما في الأمر، وأنتن ماذا تفعلن؟ نبحث عن إنسان غريب أيضا من أجل الدرس. يجب أن نسرع يا بنات. إلى اللقاء يا كريمة. إلى اللقاء جميعا. ونحن أيضا علينا أن نسرع، فلم يعد هناك وقت. ما شكل ذلك الغريب الذي تبحثين عنه يا كريمة؟ إن شرح ذلك بالكلام أمر صعب جدا. إذن عليك أن تعتمدي علي. إنك لا تتصلين بي إلا نادرا، فماذا تريدين الآن؟ هيا يا كريمة صفيه له. أولا لم تكن لديه لحية. كفي يديك ولا تعبثي بلحيتي يا ليلى. إذن هو من دون لحية. كالعادة تطلبني كي تزعجني. أجل وقد كان نحيفا. أجل وقد كان نحيفا. لماذا تفعلين بهذا؟ وأنفه طويل. أنفه طويل. وشعره طويل أيضا. شعره طويل أيضا. لم تخبريني ماذا تريدين. هل صار يشبهه؟ لا، إنه مختلف كثيرا. لم يكن عجوزا بل شابا. آسف، فهذا لا يمكنني تحقيقه. Thank you.
هذا جيد. الزهور. ارتفاع متر على الأقل. أجده بسرعة، فأنا لا أحب أن أحتفظ بشيء ليس لي أبدا. يبدو أننا وجدناه. ماذا؟ منمن. هذا الجبن لذيذ وله طعم خاص، ربما لأنه كامل الدسم. هل أنت وحيد يا فؤاد؟ وحدك؟ إنني أجمع معلومات عن الجبن المحلى. ما رأيك يا فؤاد؟ أن نبحث معا عن سبق صحفي أفضل. أنا وأنت يا سلوى؟ وأين مها وعبير؟ ذهبتا لأنني لا أريدهما معي. والآن يا فؤاد ماذا قلت؟ هيا ستكون مسؤولا عن التصوير. هل رأيته؟ لم أره. والآن؟ لا. هل أنت واثق بأن التمساح الذهبي شيء حقيقي؟ لا أدري يا سامر، ولكنني سمعت أكثر من مصدر أنه يعيش في هذه البحيرة خاصة. هل أنتما من مدرسة البراعم؟ ومن تكون حضرتك؟ عن أي شيء تبحثان؟ إننا نبحث عن التمساح الذهبي. تمساح؟ أجل، التمساح الذهبي. في أي صف أنتما؟ الخامس. هكذا إذن طلاب الصف الخامس هؤلاء مصابون في عقولهم جميعا. ما قصدك بهذا الكلام أيها المتعجرف المغرور؟ إنني أتساءل لماذا تختارون موضوعات لا معنى لها. إلى اللقاء أيها الأصدقاء. إنه شخص غريب. أجل، ماذا تفعلن معا في هذا المكان يا بنات؟ نكتب موضوعا عن الغرباء. إذن أنتن تكتبن عن الفتى المتكبر. ليس متكبرا، بل ناديه باسمه يا نائل. هيا قل لنا ما اسمه يا نائل، فنحن لم نعرفه حتى الآن. لعل اسمه فهيم، بل لعله يدعى طويل، أو ربما جميل. ما هذا، حتى أنتن لا تعرفن اسمه؟ اسم المتكبر مناسب له. دعنا نذهب ونكمل الموضوع. لطيف مع الحيوانات. إنه لطيف مع الحيوانات. إنه يربي الحيوانات. لديه معلومات كثيرة عن الحيوانات. إنه مثقف جدا. شكرا لك. إنه قوي في الرمي. عنده خبرة جيدة في الرياضة. إنه رياضي مهم جدا. شارك في بطولة العالم مرتين متتاليتين. بطل عالمي. هذا غريب، لم أجد موضوعاً جيداً حتى الآن. يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية أيضاً، لا تنسينا الإسبانية. خمس لغات. أجل، هو إنسان عبقري، له مخترعات باسمه، وهو مخترع عبقري. من هذا العبقري المخترع؟ هذا ما ينقصني. هل هذا هو العبقري يا ترى؟ سبقا صحفيا مناسبا، وأنا لا أقبل بهذا، لذلك
سأخترع موضوعاً ينال إعجاب الجميع وأخذ عليه أعلى علامة. اسمع يا فؤاد، ستمثل دور اللص وأنا سأمسك بك، فهل أنت مستعد؟ ولكن لا أدري كيف أمثل دور اللص يا سلوى. ما عليك سوى أن تركض يا فؤاد وسأمسك بك. كم مرة علي أن أشرح لك هذا الأمر؟ إنه سهل جداً. وهل سبق لك أن لاحقت لصاً؟ ليس هذا بالأمر الصعب، دعني أجرب. أيها اللص توقف! لا تمسكني! توقف! ماذا تفعلان؟ تعبت من السير يا كريمة. ولم أكتب الموضوع أيضاً. ما رأيك هل أسلمها إلى الشرطة يا ليلى؟ لما كنت تصرخين وتركضين خلفه إذن؟ إننا في الدرس وقد طلبت إلينا المعلمة أن نكتب موضوعاً لمجلة الحائط، لذلك نبحث هنا عن هذا الأمر. ماذا تقولين؟ مجلة حائط؟ على كل إنكما بتصرفكما هذا تسببان الإزعاج للناس، ثم إنني لا أصدقك، فأنا لا أرى أي معلمة هنا. عودي إلى مدرستك، هيا. أهناك مشكلة؟ الحمد لله أنك أتيت يا آنسة. أرجوك اشرحي لهذا الشرطي أنك أنت من كلفنا بتحضير الموضوع لم... كان هذان الطالبان يركضان ويثيران الصخب في الحديقة، وهذا أمر ممنوع. على كل أنا آسف جدا، يمكنهما متابعة الموضوع. المعذرة، علي أن... هل أنت المخترع العبقري؟ ما الذي تقصده؟ أنت نجم رياضي معروف ومثقف من الطراز الأول، هذا كله لا يهمني، ولكن لا أسمح لك بأن تكون مخترعاً. مخترعاً؟ هل تتحداني؟ هذا الكلب آلي الحركة اخترعته أنا، إنني لا أكذب، إنه ليس من اختراع أبي يا غريب. عد إلى هنا لأتحداك، هيا عد إلى هنا. هل أصدقاؤك كلهم هكذا؟ يا إلهي، لست أدري كيف سأحتمل العيش مع هؤلاء الناس غريبي الأطوار. بوني، لا تتحداه، لأنك ستخسر بالتأكيد. أجل، أنت الخاسر. أنت الخاسر. هذا مؤكد. أنت الخاسر يا مهند. لا أحد يستطيع أن يتحداني. آسفة، لا أعلم كيف أشكرك يا سيدتي، أنقذتني من موقف محرج. لا داعي للشكر. هيا بنا يا آنسة. أتعرفينها؟ نعم، قابلتها مصادفة قبل قليل. هيا قبل أن نكشف. ما حدث كان بسبب هذا الفتى. هيا فنائل ينتظرنا حتى نعد الموضوع للمعلمة. ماذا يحدث؟ لقد أزعجتني كثيراً أيها الفتى. تذكرتك يا آنسة، غيرت موضوع الفاكهة؟ تخلت عني صديقاتي بسببك. وماذا فعلت؟ هل اخترت موضوعاً آخر لنفسك؟ لم أجد حتى الآن فكرة مناسبة. لا بأس، فكلنا نعجز أحياناً، المهم أن نحاول ولا نيأس. أحاول منذ الصباح. ما رأيك أن تحاول أن تساعدني على اختيار الموضوع؟ ماذا هناك؟ ماذا تفعلين يا سلوى؟ هل تريدين أخذ موضوع يا سلوى؟ مرحبا، أنا ديما من الصف الخامس من مدرسة البراعم، سررت بك. لحظة، وأنا مها. وأنا عبير. وأنا رؤى. هذه هي اللقطة. صور. لماذا تصورنا؟ أظن أن موضوعنا أفضل موضوع في الصف. لا أحد يخطر على باله كتابة موضوع عن الغرباء. أرجو أن يعجب المعلمة. آسفتان يا سلوى. لن أصالحكما. في النهاية ضيعت وقتي كله ولم أجد صاحبها، ولم أكتب موضوعا جيدا أيضا. إنه سبق صحفي يا ديما. بل هذا موضوعنا نحن يا نائل. لا، لم أقصد المنافسة. هنا هنا، انظري جيدا. ما هذا؟ إنه التمساح الذهبي، أليس رائعا؟ هذه خرافة. إنه انعكاس الشمس، ألا تراه؟ لا تحاول التقليل من أهمية عملنا، فنحن الفائزون. لا
بل موضوعنا عن الغرباء هو الفائز، أليس كذلك؟ هل تقصدين موضوعكن عن الولد المتعجرف؟ أنا وسيم، انتقلت إلى المدينة يوم أمس. هذا زميلكم الجديد وسيم، كونوا لطفاء معه. يا حبيبي البطل المخترع العبقري، تشرفت بمعرفتكم. إنه هو، تفضل. آسفة، لقد بحثت عنك في كل مكان ولم أجد. شكرا لك. وقعت في ورطة لأنني أضعتها، إنها طوق لسومبي. سومبي؟ أجل، إنه حيوان أليف أربيه. كنت أظنها سوارا. أنا آسفة. لماذا لم تنضمي إلينا؟ إنك مخادعة. لا، الأمر لا يتعلق بالمجلة أبدا. الشديد الذي لم يتوقف يوما، استطاع والدي الوصول إلى المدينة التي أعيش فيها، وهنا سيكون في انتظاره الكثير من المفاجآت وعدد من المفارقات، وذلك لأنه يشبه مدير مدرسة كريمة. ترى ما الذي سيحدث مع أبي خلال الساعات القليلة التي سيقضيها برفقتنا في المدينة؟ تابعونا.